اهلا بحضراتكم من جديد. الكلام لسه مستمر وبالتحديد كمان عن النادي الاهلي، واحنا عارفين ان احنا خلاص في فتره ايه، فتره حاسمه جدا في بطوله الدوري، في بطوله الدوري تمام، فتره مهمه جدا جدا. ليه؟ لان شكل المنافسه وطبيعه المنافسه، انت بتنافس فريق كبير زي فريق نادي الزمالك، مباراه او مباريات كلها صعبه جدا للفرقتين. الاهلي ناقص له 8 ماتشات، الزمالك ناقص له 7 ماتشات، فبالتالي مفيش حاجه مضمونه في كره القدم. لكن اللي في ايدك انت ايه؟ انت لحد دلوقتي ان شاء الله تلاعب وادي دجله يوم الاربعاء باذن الله الساعه 9 بالليل على استاد الاهلي والسلام، تكسب بقيت انت الاول بالمواجهات المباشره وبالاهداف وبكل حاجه، لكن متساوي في عدد النقاط، فهيبقى في حذر شديد في كل مباراه، وهيبقى في متابعه من هنا لهنا ومن هنا لهنا، كل واحد هيبقى مترقب نتائج التاني. مفتاحك انت ايه عشان باذن الله تحسم البطوله دي؟ ايه هو مفتاحك؟ مفتاحك انك تركز مع نفسك، تركز مع فرقتك، تركز مع انك لازم تكسب كل ماتش، لازم باذن الله تعالى تكسب كل ماتش تبقى بطل الدوري. صعب ان انت تكسب 8 ماتشات متتاليه، دي حاجه مش سهله، لكن الاهلي يقدر، الفريق الحالي يقدر، الجهاز الفني اللي موجود يقدر، يقدر بتركيز زياده. وبعد فتره الراحه القصيره دي اعتقد هتفرق كتير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، لان كان في اجهاد بطوله افريقيا على ماتشات دوري ورا بعض، عندك كمان لعيبه المنتخب الاولمبي اللي باذن الله المفروض ان هم يوصلوا بكره، لسه ما تحددش موقفهم من المشاركه في مباراه وادي دجله ولا لا، هنشوف حسب الرؤيه الفنيه وحسب اجهادهم وحالتهم، دي كلها امور هيحددها الجهاز الفني. لكن في نفس الوقت انت تقدر تعمل كل حاجة وتقدر انك تكسب وتحقق البطولة بإذن الله. الميزة عند النادي الأهلي ايه؟ ان هو لما بيوصل للصدارة ان شاء الله بيثبت في مكانه، ما بيتحركش، الضغوط بالنسبة له دوافع، الضغوط بالنسبة له دوافع، فهتركز في كل ماتش على حدة، 3 نقاط لكل مباراة هتكون مهمة بالنسبة لك، هتزود رصيدك بغض النظر بقى عن مواجهات نادي الزمالك او نقاطه او مشواره المتبقي في بطوله الدوري. باذن الله باذن الله انت تبقى البطل باذن الله تعالى. فالبدايه بمباراه وادي دجله، مباراه وادي دجله ايه؟ يوم الاربعاء، ماتش صعب قوي وماتش رخم بلغه الكوره، ماتش رخم جدا جدا. فريق وادي دجله فريق محترم بيصارع على البقاء في بطوله الدوري، عنده عناصر جيده جدا من اللعيبه، جهاز فني جيد، اللعيبه كلها شباب، اتعادلنا معاهم الدور الاول لو تفتكروا، كنا على حق ان احنا نكسب بصراحه، فاكرين ضربه جزاء بتاعت بيكام اللي ما اتحسبتش، كان في ضربه جزاء لينا ما اتحسبتش كان ممكن نكسب، كان زمان نقطتين زياده في رصيدنا يفرقوا جدا في المنافسه دي. فماتشات وادي دجله دايما بتبقى صعبه، مهم قوي ان انت كمان تبقى مركز في الماتش ده وتحاول ان انت تخلص المباراه بشكل مبكر. الفتره اللي جايه دي مش عايزه انك تستنى الشوط الثاني او كلام من ده، بيبقى على حسب ظروف طبعا كل مباراه، لكن كل ما تخلص الماتش بدري كل ما الضغوط تقل، كل ما هتبقى اهدى، كل ما هتقدر تحسم باذن الله يعني. ففتره كلها صعبه ومنافسه قويه جدا، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون في الموعد ومسانده جمهوره، المسانده الدائمه اللي احنا بنتابعها وبنشوفها وبنلمسها بشكل كبير جدا على صفحات التواصل الاجتماعي، هي اساس، بل اساس مهم جدا في المنافسه دي. ركز مع الاهلي، ركز مع ناديك تمام، دعم الفرقه حتى لو في لعيب مستواه قليل، لو لعيب مستواه قليل الفتره دي في دروب مش في التوب فورم بتاعته، لا مش هينفع خالص ان احنا نقطع في حد، بننتقد وكل حاجه مفيش مشكله، لكن تقطيع في وقت حاسم زي ده مش في مصلحتي خالص. المسانده والدعم حتى لو يا سيدي خسرت مباراه لا قدر الله، لان لسه في عدد من المباريات وفي مساحه للتنافس وفي مساحه للتعويض نظرا لصعوبه المباريات كمان عند نادي الزمالك. على فكره مباريات النادي الاهلي اصعب، مباريات النادي الاهلي في سفر بره، عندك اخر 3 مباريات اسوان اخر مباراه خالص، قبليها ايه بقى؟ عندك الجونه في الجونه والمصري في اسكندريه، الماتشين دول هيحسموا بشكل كبير جدا جدا، قبليهم طبعا عدد من المباريات كمان المهمه، لكن دول يعني بقول ان هم اصعب بحكم السفر والاجهاد وملعب الجونه الطيارات الهوائيه والكلام من ده. فان شاء الله باذن الله احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي، في الجهاز الفني، وفي شخصيه لاعبي النادي الاهلي، وفي كمان
جزئية مهمة جدا فيما يتعلق بإصرارهم وتحملهم للمسؤولية، ودي نقطة غاية في الأهمية. وعارفين كويس قوي أهداف جمهور الأهلي، وعارفين كويس قوي طموح جمهور الأهلي. صراحة الأبطال الموجودين دلوقتي في النادي حققوا كل البطولات اللي شاركوا فيها بشكل متتالي ما شاء الله.